عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في خياطة وتدبير وإعادة تدبير. فيديو النهاردة فيديو من أبسط وأسهل وأوفر الفيديوهات اللي ممكن نعملها. اعتبروا فستان طفل عمر سنة أو سمي أو بلوزة للطفل سنتين أو ثلاثة. هي حاجة على العموم، يعني حاجة مش مكلفة خالص، 10-20 جنيه بالكتير بدون مبالغة. معاكم في الفيديو، ولكن اعملوا لايك واشتركوا في قناة الخياطة أسهل مع أم عبد الرحمن، وهنشوف مع بعض التفاصيل. واعملوا لايك ما تنسوش. القماش يا جماعه قميص طبعا انتوا عارفينه اهو. المتر من ده ب 20 جنيه والله بدون مبالغه، وغالبا كمان لو في اسواق مفتوحه، اسواق يعني في اماكن مفتوحه، هيبقى ارخص من كده بكتير، ممكن يبقى ب 10 جنيه متر، تمام؟ وممكن يوصل ل 50 جنيه في محلات تانية. يعني انا مش باجزم ان هو ب 20 جنيه في كل مكان، عشان ما تروحيش محل كبير وتقولي انا لقيته ايه باعلى من كده. طيب اهو شايفين البرسل ده على اتجاهي، البرسل على اتجاهي الشكل ده كده، بطبقه. انا مش هحتاج المتر كله ابدا، انا هحتاج بس تقريبا نص متر. البطانة دي ممكن تبقى موجودة في البيت، البطانة رخيصة جدا كمان، متر ب20 جنيه برضو، ده لو هي غالية كمان، متر ب20 جنيه لو هي غالية، تمام؟ الموديل بتاعنا لو طولناه شوية يبقى فستان، لو طول شوية يبقى فستان، تمام؟ اهو بالشكل ده. بطبق تاني عشان اعمل الامام والخلف مع بعض، تمام؟ الموديل ده صيفي، لا هو محتاج سوستة ولا هو محتاج زراير ولا اي حاجة، فتحة الصدر كبيرة، تمام؟ طيب اول حاجة بعمل خط اساوي بيه القماش بتاعي، وهشوف بقى انا تنيته ده مساحة كويسة ولا لا. ممكن تطبقي البطانة عليها في نفس الوقت، وممكن تعملي دي لوحدها والتانية لوحدها. طيب بتاخدي نص عرض الظهر. يعني ايه نص عرض الظهر؟ يعني نص المسافة دي، نصها بالظبط، نص المسافة دي اللي هي من العظمة دي للعظمة دي، فهي هنا 15 سنتي النص. طبعا انا عاملاها كبيرة شوية، فانت بتقيسي على قد البنوتة، يعني حتى لو عمرها شهرين برضو بتقيسي، تمام؟ كده 15 سنتي اهي، كده 15 سنتي، وبرضو بقيس طول الوسط وبقسم على 2 طول الوسط. طول الوسط برضو هنا عندي 30 سنتي، بقسمه على 2 بيديني 15 سنتي، وده بيكون الجيرو، تمام؟ من اسهل الحاجات اللي ممكن تعمليها اهو، تمام؟ الطول الكلي زي ما انت عايزة الطول الكلي. يعني ايه طول كلي؟ يعني طول الموديل، طول الفستان، طول البلوزة اللي انا عايزة اعملها، هو ده الطول الكلي. بيبقى من اول هنا، فانا هقول 50 سنتي حلوة، تمام؟ 50 سنتي كده لو انتي ممكن تعمليها فستان، تمام؟ وممكن تبقى بلوزة. خلاص كده يا جماعة سهلة، ان شاء الله سهلة. طيب اول خط هو ربع دوران الصدر، باخد ربع دوران الصدر وبمرر ربع دوران على المظورة بالشكل ده، ربع دوران بالشكل ده. بالشكل ده كده، وباخد بقيس، بس بقيس بشكل مستريح اهو، فهقول 75 75، وباخد ربعها زي ما اتعلمنا. الحاجات الصيفي انا ما بحبش ان هي تكون ضيقه برضه، انا بحب تكون يعني مريحه على الطفل، تمام؟ اهو هنا كده باخد دوران بالشكل ده بتاع الابط، وكمان بتاخدي ربع دوران الوسط بالشكل ده كده، على حسب ما تحددي ربع دوران الوسط. وهنا الطول الكلي، ولو عايزه الموديل يكون واسع، واسع بشكل حلو، يعني واسع بشكل حلو، ممكن من اول ربع دوران الصدر هنا وتاخديها على طول، على طول بالشكل ده كده اهو اهو،
وتيجي هنا وتروحي واخده دوران عشان خاطر بس ايه ما تعملش مجنحه، ما تبقاش مجنحه. طيب الجزء اللي هنا عارفين خدنا دوران الرقبه للاطفال 5 سنتي، هنا نخليه 6 سنتي اهو عشان الموديل يكون واسع. هننزل ب 9 سنتي 9 سنتي. طب ليه؟ عشان نعمل مثلث، عشان نعمل مثلث بالشكل ده، والامام والخلف هيكونوا بنفس القصه، الامام والخلف هيكونوا بنفس القصه. واخر نقطه عندي النزول 1.5 سنتي. الفستان خلص على فكره ببساطه جدا جدا، تمام. وهو كده واخد نص متر بس، وكده هنعمل حساب التانيه اهو كده، قصه امام وخلف مع بعض، والسبعه احنا قصيناها اهي، شكلها حلو في اللبس جدا. وتغيير مش كل الرقبه خليها مدوره، شايفين المتر فضل منه قد ايه؟ انا ما خدتش منه غير نص متر بس اهو. وطبعا اللي انا قصيته ده زي ما هو كده، هطبق البطانه واعمل قده بالظبط بالظبط، تمام اهو. ده كده الفستان اللي انتوا شايفينه، تمام. طيب البطانه بتاعتي اهي اهو، نفس الحكايه البطانه نفسها بالظبط، عدها بالظبط، تمام. ان شاء الله تكون سهله بسيطه، وان شاء الله هذا الصيف نعمل موديلات حلوه جدا وخفيفه. والفساتين اللي بتسالوا عليها حاضر. طيب يلا بينا نشوف فيديو خياطه. هنا عندي الكروهات اهو في بعضه، بخيط الاكتاف بس، تمام الاكتاف بس. بسم الله. والبطانه برضو اكتاف بس، ولكن هنا بس هقصر البطانه حوالي 2 سنتي علشان تكون لازم تكون يعني اقصر من الفستان. والبطانه دي ما بتحتاجش سرفله ولا حاجه، فان هي تكون اقصر كده وخلاص. طبعا مش هتكلفك اي سرفله ولا اي اضافات تانيه اهو. في كذا نوع من البطانات اهو، خلاص كده شايفين كده البطانه اهو. الجزء ده بحط عليه الجزء المتخيط ده، يعني ايه؟ يعني وش الخياطه على بعضها، تمام اهو شايفين كده. طريقه الخياطه بتكون ازاي؟ بتكون ان انا باخد الاكتاف بالشكل ده، والناحيه الثانيه بنفس الطريقه اهو، والسبعه دي مع بعضها، تمام. يعني اول حاجه خيطنا الاكتاف وخلينا وش الخياطه اهو على بعضها، وش الخياطه اهو على بعضها، تمام. هنخيط وارجع لكم. بعد الخياطه لازم نفتح بالشكل ده علشان القصه السبعه تسريح، تمام اهو. قبل الخياطه بحاجه بسيطه، خلاص كده نعدل الفستان. اهو زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. طبعا لو حابه تعملي خياطه خارجيه عشان خاطر بس تثبتي البطانه في مكانها مفيش اي مشكله. طريقه خياطه الجزء ده اهو من اسهل ما يمكن. بناخد الجزء الابيض مع نفسه كده، والاحمر برضو مع الاحمر الكروهات، تمام. سهله جدا. تاني شايفين ده كده الشكل، تمام. بنفتح ده كده اهو، وناخد الجزء الابيض بيتخيط مع بعض، والجزء الاحمر بيتخيط مع بعض بالشكل ده.
شايفين الفستان اللي تكلفته 10 جنيه بدون مبالغة، والله بدون مبالغة، نص متر من الكارو، نص متر ب10 جنيه بس. ده دانتيل كان موجود، البطانة برضو لو في، يعني عارفين بيضات الكنب والحاجات دي بتنفع بطانة، لو عندك تيشيرت قديم بينفع بطانة يا ستي. هاتي نص متر بطانة ب5 جنيه برضو، التكلفة مش اللي هي هتكلفك حاجة خالص، الموديل بسيط جدا وسهل جدا شايفين اهو، ومتبطن كمان وشايفين من جوه، يعني ما فيهوش اي خياطات، شغلك لازم يكون على مستوى وشكل حلو كمان اهو. فستان بسيط وسهل وبدون تكلفة خالص، كمان ممكن يبقى بلوزة، وهنعمل له كمان ليه قطعة اندر كده، شكله لذيذ كده، شكله حلو قوي برضو، بالكلف دي او بالدانتيل ده يبقى شكله حلو بإذن الله. بشكركم، بس ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في قناة الخياطة اسهل مع ام عبد الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.